مرحبا، أنا محمد عادل، والنهاردة في اليوم العالمي للمحيطات حبيت إن احنا نتكلم عن تخطيط الحيز البحري. توفر لنا المحيطات الكثير، نحن البشر، ولكن ماذا لو أصبح الكثير كثيرا؟ الكثير من السفن يعني المزيد من الحوادث البحرية وتدمير الشعاب المرجانية ومزيدا من التلوث البحري، والكثير من الصناعات يعني الضرر بالموائل البحرية والنظم البيولوجية، وكذلك الحال مع الأنشطة البحرية والمزيد من الموانئ ومراكب الصيد وسفن النقل والتنقيب عن البترول والمزيد والمزيد والمزيد. المحيطات والبحار الإقليمية بلا شك مهمة لاستدامة المجتمعات والصناعة والطبيعة، ومن المتوقع أن ينمو الطلب مع الزيادة السكانية والتطور. لذا نحن بحاجة إلى خطة للحفاظ على التوازن لتلبية احتياجات المجتمعات والصناعة والحفاظ على الطبيعة. وهنا بيجي دور تخطيط الحيز البحري. تخطيط الحيز البحري هو عملية تقوم بها السلطات العامة لتحليل وتوزيع الحيز المكاني والزماني للأنشطة البشرية في المناطق البحرية لتحقيق الأهداف الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي يتم تحديدها عادة من خلال عملية سياسية. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ببساطة، تخطيط الحيز البحري بيجمع أصحاب المصالح وبيخلق إطار لإعادة تقييم الأنشطة والممارسات والسياسات المتبعة داخل المناطق البحرية والساحلية ودراسة تأثيرها على البيئة، وبيتم جمع وتحليل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتحليل البيانات وتخطيط إطار لتحقيق التوازن بين ظروف المحيطات إمكانية وإنتاجية والاستخدامات الحالية والمتوقعة مستقبلية، وجمع النتائج لتطوير خطة لتخطيط الحيز المكاني ومن ثم تنفيذها ومراقبتها وتقييمها باستمرار وتطويرها بشكل مستمر لضمان تحقيق النجاح. فتخطيط الحيز المكاني عملية مستمرة طويلة الأجل تتكيف بمرور الوقت إذا ما تعاون أصحاب المصالح. على الرغم من زيادة الاعتماد على تخطيط الحيز البحري فيما يقرب من 70 بلد حول العالم، الإحصائية دي كانت في أغسطس 2018، فالعديد من البلدان لم تتخذ أي خطوات جادة اتجاه تخطيط الحيز البحري. وده كان دور اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو والمفوضية الأوروبية. في سنة 2017 وضعت اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات خارطة طريق لتسريع عمليات تخطيط الحيز البحري على نطاق عالمي، وخلال سنة تم إنشاء المنتدى الدولي لتخطيط الحيز البحري والمبادرة العالمية لتخطيط الحيز البحري MSB Global، وتم تقديم المساهمات وإطار العمل المشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نفس السنة 2017. ده غير أن المشروع أصبح جزء رئيسي من عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، واللي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 في ديسمبر 2017. خريطة الطريق المقدمة عبر المبادرة بتغطي 4 أركان رئيسية: تخطيط الحيز البحري العابر للحدود، الاقتصاد الأزرق المستدام، تخطيط الحيز البحري القائم على النظام الإيكولوجي، بناء القدرات وجسور التواصل والتفاهم بشأن تخطيط الحيز البحري مع أصحاب المصالح. طيب، مين هم أساساً أصحاب المصالح؟ أصحاب المصالح دول الجامعات ومراكز الأبحاث، العاملين في مجال الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، العاملين في مجال اللوجستيات والنقل البحري، العاملين في مجال الطاقة المتجددة والتعدين، الحرس المدني وحرس الحدود وحفر السواحل أيا كان هنسميهم إيه، العاملين في مجال التكنولوجيا الحيوية، شركات السياحة والرحلات البحرية ومراكز الغوص ومصائد الأسماك وأحواض بناء السفن، ده غير العديد من الوكالات الإقليمية. الأهداف الرئيسية للمبادرة كانت في تحديد وتقييم الممارسات ودعم تبادل المعرفة على المستوى الدولي، وكذلك وضع توجيهات دولية من خلال الخبراء، ومن خلال المشروع التجريبي غرب البحر الأبيض المتوسط واللي شاركت فيه أسبانيا وإيطاليا وتونس والجزائر وفرنسا ومالطا والمغرب، كل دولة قدمت الخبرات والتجارب السابقة لدعم الممارسات الجيدة كمشاركة لتخطيط الحيز البحري وتكييف الأنشطة لتلبية الأولويات والاحتياجات الإقليمية والوطنية بشأن التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق في غرب البحر المتوسط وبالطبع حوكمة أفضل للمنطقة.
النتيجة كانت توصيات إقليمية لتعزيز القدرات المؤسسية واعتماد خارطة طريق لتخطيط الحيز البحري العابر للحدود والاقتصاد الأزرق المستدام في غرب البحر المتوسط. تم تنفيذ التجربة مرة تانية في المشروع التجريبي جنوب شرق المحيط الهادي، واللي شاركت فيه الإكوادور وبنما وبيرو وتشيلي وكولومبيا، وده كان مشجع جدا لمشاركة عالمية ملحوظة بدأت في منتدى بروكسل في بلجيكا مايو 2018، ما يزيد عن 130 مشارك من 38 دولة، وكانت مناقشة التكامل بين القطاعات وإشراك أصحاب المصالح لتخطيط الحيز البحري. أتبعها منتدى لارينيون في فرنسا مارس 2019، ما يزيد عن 50 مشارك ومناقشة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وكذلك الروابط مع الاقتصاد الأزرق. منتدى فيغو في أسبانيا في نفس السنة 2019 مايو 2019، ما يزيد عن 110 مشارك ومناقشة البيانات والمعلومات والأدوات اللازمة لتخطيط الحيز البحري. منتدى ريغا في لاتفيا في نوفمبر 2019، واللي كان ليا شرف المشاركة فيه، وعقدت العديد من ورش العمل وتم التركيز على التخطيط العالمي والإقليمي للحيز البحري. وده كان ملخص توضيحي عن تخطيط الحيز البحري، وبقترح عليكم دلوقتي مشاهدة ويبنار لعدد من الخبراء هو باللغة العربية عن طريق MSP Global بيتكلم عن تخطيط الحيز البحري والاقتصاد الأزرق. سعيد لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. تشكل هذه الندوة جزءا من أنشطة مبادرة MSP Global كمبادرة مشتركة أطلقتها اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات تابعة لليونسكو والمديرية العامة لشؤون البحرية ومصائد الأسماك التابعة للمفوضية الأوروبية من أجل تطوير مبادئ توجيهية دولية بشأن تخطيط الحيز البحري. ويشارك الصندوق الأوروبي لشؤون البحرية ومصائد الأسماك التابع للمفوضية الأوروبية في تمويل هذه المبادرة. اسمي فردوس حليم، أعمل كمستشارة لمبادرة MSP Global لدى اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو. يتألف برنامج عملي من جملة مهام من بينها تحديد الاستخدامات الراهنة والمحتملة في المستقبل للحيز البحري في غرب البحر الأبيض المتوسط من أجل تعزيز تخطيط الحيز البحري والاقتصاد الأزرق. وأنا حاصلة على شهادتي ماجستير في تخطيط الحيز البحري وفي العلوم الجيولوجية تخصص في العلوم البحرية والساحلية، وسأكون منسقة ندوة اليوم. باسم اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو ومبادرة MSP Global، أنا وأليخاندرو إيجليسياس كامبوس منسق مبادرة MSP Global نود الترحيب بالمتحدثين وجميع المشاركين الذين انضموا إلينا اليوم لحضور أول نشاط لIFC يونسكو باللغة العربية حول سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال تخطيط الحيز البحري. أمل أن يستفيد جميع المشاركين من خبرة فريق المتحدثين المعترف بها وجميع الدروس المستفادة من خبرتهم. أهداف ندوة اليوم تدور حول مشاركة الخبرة بين مختلف البلدان حول ما يتعلق بدمج الاقتصاد الأزرق المستدام لتخطيط الحيز البحري ومناقشة استراتيجيات وسبل تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال تخطيط الحيز البحري ومناقشة نقاط القوة والتهديدات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات من خلال تخطيط الحيز البحري. ولتحقيق هذه الأهداف يسرنا أن ينضم إلينا اليوم خبراء من مصر والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ليشاركونا جميعا خبرتهم وممارستهم المهنية في بلدانهم ومناطقهم. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالسيد عمر برحيم، السيد ماهر عبد العزيز عامر، السيدة فيرانون، والسيد أنيس الزروق. وكما ترون في جدول الأعمال، فبعد عروض خبرائنا المدعوين سنتيح لكم أعزائنا المشاركين فرصة للتفاعل معهم من خلال منصة سلايدو، وستدوم فقرة المناقشة مع الحضور 35 دقيقة، بعدها فقرة للتوصيات. وقبل أن نبدأ دعوني أن أشرح لكم بإيجاز كيف يعمل سلايدو.
فربما قد استخدمتموه من قبل. سلايدو هو أداة لإشراك الجمهور، تسمح لنا كمنظمين بجعل المشاركين جزءا لا يتجزأ من المحادثة. استخدام سلايدو سهل جدا، فهو يعمل على أي جهاز إلكتروني، هاتف، حاسوب أو لوح إلكتروني، بدون تثبيت أي تطبيق أو إنشاء أي حساب. فقط اذهبوا إلى slido.com وأدخلوا على الصفحة الرئيسية رمز الحدث هاشتاج MSPBE. هناك ستصلون إلى قائمتين يمكنكم رؤيتهما في أعلى صفحة، قائمة للأسئلة وقائمة لاستطلاعات الرأي. من خلال قائمة الأسئلة يمكنكم إرسال أي سؤال خلال الحدث. نوصي بأن تعرفوا بأنفسكم باسمكم الشخصي والعائلي. يمكنكم أيضا التصويت لأسئلة أخرى تعتقدون أنها مهمة لتعطوها الأولوية في الإجابة من طرف المتحدثين. من خلال القائمة الأخرى، قائمة الاستطلاعات، يمكنكم الإجابة على الاستطلاعات التي أعددناها لكم مسبقا. سننشر جلها خلال الندوة وسنعود إليها لاحقا لمناقشة النتائج. هدفنا من خلال سلايدو هو جعل هذه الندوة أكثر تفاعلاً ومواتية للتعلم وتقاسم الخبرات، لذا لا تترددوا في المشاركة. وندعوكم من فضلكم أعزائنا المشاركين إلى طرح أسئلتكم فقط عبر منصة سلايدو، فللأسف لا يمكننا أخذ أسئلتكم من خلال غرفة الدردشة بمنصة جوتو ويبينار، لذا اذهبوا إلى سلايدو.com ودعونا نبدأ. ويسعد اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو أن ترحب لأول مرة في سلسلة الندوات عبر الإنترنت بواحد من المنسقين الوطنيين لمبادرة MSP Global من المملكة المغربية، السيد عمر بوحين. فضلا عن مبادرة MSP Global، فالسيد بوحين أيضا منسق وطني لمبادرة وستنيت لتنمية الاقتصاد الأزرق بغرب المتوسط، ويشتغل في قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، وهو خبير في نهج تعميم مقاربة النوى، إدماج الصيادين التقليديين ومراقبة المصايد البحرية. فلتتفضل سيد برحيم مع الشكر الجزيل. شكرا لك فردوس، شكرا للمنظمين قائمين على المبادرة. أشكر أيضا الخبراء الحاضرين معنا. الحضور الكريم، طابت أوقاتكم، السلام عليكم. في خلال مداخلتي هذه سأتطرق لمكانة الاقتصاد الأزرق أولا على المستوى العالمي، لأخذ نظرة على كيف يعني نظرة المجتمع الدولي للاقتصاد الأزرق، ثم أعرج على مكانة الاقتصاد الأزرق بالنسبة للمغرب نموذج. ماذا أنجزنا؟ أين نحن في هذه المبادرة؟ وطبيعة الحال كيف تنظر الدولة لترسيخ هذا المفهوم في إطار كل ما يعتمد على الصعيد الدولي منذ مؤتمر ريو للتنوع البيولوجي؟ أبدأ أولا بمكانة الاقتصاد الأزرق على المستوى العالمي، وأقول أن المجتمع الدولي أصبح في السنوات الأخيرة على بينة من النمو المضطرد الذي يقدمه الاقتصاد الأزرق، على اعتبار أن أنماط الإنتاج والاستهلاك لدينا حتى الآن هي غير مستدامة. هذا أدى إلى الإفراط في استغلال الموارد، استفادة ساكنة الأرض منها. والاقتصاد الأزرق ما يعترف به هو يشير إلى أنه الاقتصاد الذي يعني الإدارة الجيدة لموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة. هو أيضا مفهوم أتى في أعقاب مؤتمر ريو عام 2012، ويؤكد على صمم الإدارة المستدامة لموارد المائية استنادا إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات هي مترابطة هشة لكنها أكثر إنتاجية. بالتالي فإن تدبيرها بحكامة واجب من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات. والاقتصاد الأزرق فرصة جديدة تماما، روح
الاتدانه هي يعني ما ترتكب عليه المرونه التي دعت الى هيئه الدول الاعمال المتحده لعام 2007 للتنميه المستدامه متمثله في تحقيق اهداف خطه 2030 خاصه اهداف التنميه المستدامه 14 التي تهم الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحريه واستغلالها بطريقه مستدامه من اجل تنميه مستدامه. يشمل الاقتصاد التالي رجاء. التالي في الوسط رجاء. الدوس رجاء الشركة التالية. لا 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 اللي قبلها اللي قبلها. الشركة اللي قبلها. أقول يشمل الاقتصاد الأزرق الكثير من الأمور من بينها الصيد، النقل للركاب البضائع، استخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار. لهذا فإن المجال البحري يعتبر محركا للنمو الاقتصادي، هو واحد من بين عوامل التنمية وقوة اقتصادات الدول من خلال 5.4 مليون وظيفة يتم إنشاؤها وقيمة مضافة إجمالية تقدر بحوالي 500 مليار يورو سنويا. عدة دول صناعية شهدت تنمية اقتصاد الأزرق نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية من خلال عمليات الشحن، الصيد التجاري، صناعة النفطية والتعدينية. والدول الجزرية الصغيرة على سبيل المثال لديها موارد مائية هائلة تحت تصرفها، مما يوفر لها فرصة كبيرة لتعزيز نموها الاقتصادي بالإضافة إلى علاج مشكلات مثل البطالة والأمن الغذائي والفقر. بقدر ما يهدف الاقتصاد الأزرق إلى تحسين حياة الأشخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية، فإنه يستهدف أيضا الحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد والحد من السلوكيات التي تؤدي إلى تغير المناخ. تخطيط الحيز البحري، التخطيط المكاني للبحري أو تخطيط الحيز البحري هو عملية عامة لتحليل وتوزيع التنوع المكاني والزماني للأنشطة البشرية في المناطق البحرية بغرض تحقيق أهداف إيكولوجية اقتصادية واجتماعية، ثم تحديدها عادة من خلال عملية سياسية. تشمل خصائص تخطيط الحيز البحري ما هو قائم على النظام الإيكولوجي، على أساس المنطقة، على التكامل، على القابل للتكيف، على ما هو استراتيجي وما هو تشاركي. والعملية بكافة عناصرها هذه يتم تدبيرها بشكل سليم والمحكم، تضعنا بالضرورة في إطار ما نسميه بالاقتصاد الأزرق المستدام. الاقتصاد الأزرق القطاعات البحرية الإنتاجية المعنية بتخطيط الحيز البحري ومحور حول الاقتصاد الأزرق بشكل تالي. أولا هناك سياحة، ثقافة، ترفيه وأسلوب الحياة. ثم هناك صيد بحري، تربية الأحياء المائية. هناك أيضا تحلية مياه البحر، طاقة وصناعات، نقل بحري وخدمات لوجستية. ولكن هناك قطاعات جديدة مثل صناعة السفن، تسخير السفن أو إعادة تدوير السفن والبيوتكنولوجيا. يعني الآن بالرجوع للنموذج المغربي في مجال الاقتصاد الأزرق، يمكن أن أقول بأن تقييم رأس مال البحري المغربي يتركز على المحاور التالية. أولاً رأس مال المنتج، يعني رأس مال الأموال ورأس مال الخدمات والبنيات، ثم رأس مال بشري الذي يشمل المعرفة، الثقافة، والمورود والحوكمة، ورأس مال طبيعي يشمل الموارد الطبيعية، المورود الطبيعي، المناطق البحرية والساحلية. القطاعات الناشئة والمستقبلية محركات نمو تنقسم إلى فئتين حسب طبيعتها الإنتاجية القابلة للتسويق من عدمه. الأنشطة غير السوقية يمكن أن ندرج ضمنها المعارف، التربية والتكوين، حماية وتأهيل المورود، تقنين الأمن والسلامة والإنقاذ البحري وغيره. أما الأنشطة السوقية وتشمل السياحة الساحلية، الرحلات البحرية، الصيد البحري والاستزراع البحري، يعني به استزراع الأحياء المائية البحرية، النقل بالعبارات، النقل البحري، اليخوت، الترفيه البحري، استغلال البترول، أوراش البناء وإصلاح السفن وراسكلتها،
تحليه مياه البحر، انشطه بحريه، بيوتكنولوجيات بحريه، والطاقات البحريه المتجدده. الصيد البحري من منظور الاقتصاد الازرق وتخطيط الحيز البحري، بالنسبه لقطاع الصيد البحري ومكونات القطاع هي الثلاث، يعني اقصد بها الصيد التقليدي الساحلي وصيد اعلى البحار او الصيد الصناعي كما نسميه في الاواخر في الاونه الاخيره، هو يمثل ما بين 1% من النشاط الاساسي و 2% من الناتج المحلي الاجمالي بما في ذلك نشاط التثمين، ويولد ما يقرب من 700,000 وظيفه مباشره وغير مباشره. بعد الأزمة في القطاع في 2003 و2004 أطلقت الوزارة الوصية استراتيجية تنمية سنة 2009 تقارب المشكل من منظور اقتصاد أزرق متدام ومعتمد على مخطط بحيث تحت مسمى اليوتيس. وهذه الاستراتيجية اليوتيس تكون من ثلاث ركائز، هي المجاعة التنافسية والاستدامة. بالنسبة لتربية الأحياء المائية، كان هذا النشاط يمارس بشكل فردي أهمية استراتيجية اليوتيس، وهكذا تم انشاء الوكاله الوطنيه لتنميه الزراع المائي الأمرا لرصد تنفيذ قطاع تربيه الاحياء المائيه استراتيجيه اليوتيس. تهدف هذه الاستراتيجيه الى انتاج 200,000 طن من منتجات الزراع المائي برقم معامله تصل الى 5 مليارات درهم و3 مليارات درهم كصادرات للقوى السمكيه بحلول سنه 2030. على الصعيد العملي للبنيه التحتيه، بعد نجاح تجربه باربع قرى نموذجيه للصيادين، أطلقت الوزارة الوصية سنة 2000 خطة وطنية للتنمية الساحلية كما قال، التي تنص على إنشاء نقاط تبليغ للمنتوج متطورة وقرى للصيادين بهدف التوفر على البنية التحتية الأساسية اللازمة لممارسة نشاط الصيد والحد من الهجرة القوية مع إنتاج أقطاب نموذجية تنمية. الصيد البحري من منظور الاقتصاد الأزرق وتخطيط الحيز البحري، المحميات البحرية، الشعاب الاصطناعية، المشاريع المدرجة لتنمية قطاع الصيد التقليدي، بغض النظر على المنتزه الطبيعي للحسيمات بالمتوسطي. تم إنشاء ثلاث مناطق محمية بحرية، مارين بروتكتد أريا، لأغراض الصيد وفقا لاستراتيجية تطوير المناطق البحرية المحمية بالمغرب، وفق الوصول إلى 10% من إجمالي الساحل المغربي تماشيا مع الهدف 11 من أهداف أيشي المتعلقة بالتنوع البيولوجي، التي تدعو الدول إلى إنشاء 10% من إنشاء أو تخصيص 10% من المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2020. المحميات البحرية والمحميات البحرية الثلاثة اللي تبناها المغرب بحد ساعه ووضعها الأسس هي ثلاثة، أولا منها محمية البوران على البحر الأبيض المتوسط، محمية مقادور على الأطلسي بين أسفي والطاوية، ومحمية ماسة كمال تدي إفني. غرض إنجاح التجربة المغامرة الاستيعاب الاصطناعية بمقاربة تشاركية، لما أقول تشاركية يعني أن القائمين على استغلال المنطقة ومواردهم من يعني يتولى إلى جانب الوزارة الوصية تنفيذ مشروع غمر الاستيعاب الاصطناعية، وأحيانا يشاركون حتى ماديا لتمويل هذه المشاريع، لأن الإحساس بتنفيذ الأمر بقاعدة من الأسفل للأعلى هو سبيل إنجاح هذه المشاريع الخاصة بغمر الاستيعاب الاصطناعي. نظام اقتصاد تدبير المدرجيات أيضا هو من الأنظمة المعتمدة في غمر الاستيعاب الاصطناعي، خاصة من مفهومها التقليدي وليس بالاستيعاب الاصطناعي من مفهومه الصناعي الكبير. هي تشكل بناءات إيكولوجية تساهم في حماية المصايد من الصيد العشوائي وتحسين دخل البحار التقليديين. ايضا هناك استدراع قالب بحريه لاعاده بناء الانظمه الايكولوجيه وتوفير بدائل للصيد، اضافه لاعاده تهيئه الخلجان. وهذه التجربه ديال تهيئه الخلجان عندنا في منطقه الناظور هي تجربه ناجحه، وقد تم ايضا حتى في اطار تبادل الخبره استنساخها في بعض الدول الافريقيه التي عبدت اهتمام بما يعتمد في اعاده تهيئه الخلجان بالنسبه للمغرب. ايضا تحسين جودتها البيئيه هي هذا من الاهداف لاعاده تهيئه الخلجان. مشاريع هذه المشاريع تدخل ضمن رؤى الدوله الازرق وتخطيط الحيز البحري، مع تحيين الترسانه القانونيه مرتبطه باستغلال الملك البحري. لما اقول تحيين الارسانه القانونيه لابد من الاشاره اولا الى امر مهم، هو ان المشاكل البحريه هي مشاكل متراكبه، يعني لابد ان تراعي فيها الدوله التراكم
مع دول مجاورة وحتى على الصعيد العالمي. وأود هنا الإشارة إلى مثلا أن المغرب سبق على اتفاقية أنكلوس 82 المتعلقة بقانون البحار، وأسس لقوانين داخلية مثلا قانون الساحل 81/12 لسنة 2015 الذي يحدد الالتزامات والواجبات لكل إدارة في إطار حماية الساحل. التالية مبادرة الحزام الأزرق منصة للعمل من أجل استدامة الصيد وتربية الأحياء المائية في أفريقيا. أشرت قبلا إلى تبادل الخبرة بين المغرب وإفريقيا في مجال تصيغ ثقافة الحزام الأزرق. لا بد أن أضيف إلى أنه أيضا في هذا المجال من خلال تصيد الحيز البحري المغرب ينقل الخبرة إلى العديد من الدول الأفريقية، خاصة فيما يتعلق ببناء قرى الصيادين بشقية، سواء تلك التي تخص المناطق المهيكلة أو أيضا قرى الصيادين بمفهومها من البنية التحتية التي تحمي الميناء وأيضا الإدارة وغيرها على المنطقة، وأيضا تقدير الصيادين التقليديين. مبادرة الحزام الأزرق لابد من الإشارة إليها كنموذج، هي مبادرة أطلقها المغرب سنة 2016 على هامش الدورة 22 مؤتمر الأطراف في مراكش الكوب 22، إطار موحد ملائم لظهور اقتصاد صيد منخفض الكربون مع بصمة إيكولوجية منخفضة على النظم البيئية البحرية الساحلية، ما تتعلق بإنشاء نظم رصد ساحلية متكاملة وتطوير المصايد المستدامة وتقوية الأحياء المائية والمجتمعات الساحلية. إن سمحتم سأعود لإعطاء مكان أساسي لتدبير السياسة العامة وتخطيط الحيز البحري بالنسبة لنا، وأقول بأنه حتى عهد قريب تطورت الأنشطة البحرية بالمغرب في كثير من الأحيان بشكل أحادي، يعني أن كل إدارة كانت تشتغل على الموضوع بشكلها أو بالمنظور الذي تراه، ولكن الآن هناك نوع من التنسيق، وهذا الإطار الاقتصاد الأزرق يدعو إلى العمل على عدة مستويات، وهذا ما يعتمد به حتى على المستوى العالمي، وإذا فهو عملية توحد وتجمع العديد من اللاعبين القطاعات والمناطق الجغرافية مختلفة. إدارة السياسات هي حساسة بشكل خاص الأزرق، لأنها تنطوي على العديد من الهيئات المختصة في الواقع. التكامل الأفقي عبر القطاعات لا يقل أهمية عن التكامل الرأسي أو العمودي للمجال البحري المغربي متعدد الأقاليم والجهات، إنه يعني مشاركة الجهات الفاعلة على عدة مستويات سواء الدولي الإقليمي الوطني أو المحلي، كما أنها متعددة التخصصات حيث العديد من القطاعات تداخل استراتيجيتها الإقطاعية، النقل، استغلال النفط، الصيد البحري، السياحة، الترفيه، العمران آخره، وهذا يتطلب إشراك الجهات العامة، الوكالات، الإدارات المدنية والخاصة، كما هو الشأن بالمنظمات الحكومية، مجموعة المهنيين آخره. في الختام أقول بأنه الوجه الاقتصادي الحالي أسس كإطار مرجعي لتخطيط الفضاء البحري، سواء ما يتعلق بالمعطى القانوني، بنيات الصيد، الملاحة البحرية، النقل البحري، السياحة البحرية أو تدبير الساحل. تم اعتماده بسلسلة من التدابير الميدانية والمؤسساتية أداة تهدف إلى ضمان أفضل استخدام ممكن للمساحة البحرية لصالح التنمية البيئة الاقتصادية وأيضا البحرية. بفضل نزعة هذه السياسات صار تطوير الاقتصاد البحرية برقى الاقتصاد الأزرق مع كل ما تطرح حصة التزاماته وكيفية التوافق بين الواقع مع مكونه البيئي والاجتماعي. فقط للختام الإشارة حتى بما أنشطه المغرب على صعيد الموانئ التجارية، وأثير كنموذج الميناء طنطا المتوسط الذي يعتبر نموذجا متكاملا بكل المقاييس لكيفية تدبير المغرب للشأن التجاري أو الملاحة التجارية. في الختام هنا صور لبعض قرى الصيادين التي أنجزها المغرب، هي
ليست الكل، لأن على طول صحيح المغرب هناك العديد من الصيادين وقراء فريد مهيكلة. بهذا الشريحة أشكر الحضور وشكرا لكم. شكرا، شكرا لك سيد عمر برهيم، شكرا جزيلا لك على مشاركتك النموذج المغربي معنا ومع أعزائنا المشاركين. والآن أود الترحيب بسيد ماهر عبد العزيز عامر من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. السيد عامر حاصل على دكتوراه في بيئة شعاب المرجانية في البحر الأحمر، عمل كأستاذ بجامعة قناة السويس في جمهورية مصر العربية، ومنذ أبريل 2011 انضم إلى الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بيرشكا، حيث يعمل بها منسقا إقليميا لبرنامج التنوع البيولوجي وشبكة المحمية البحرية. أود أن أذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بيرشكا الآن بصدد تبادل الخبرات وتضافر الجهود لتعزيز تخطيط الحيز البحري والاقتصاد الأزرق المستدام لدعم الدول الأعضاء في البحر الأحمر وخليج عدن. الكلمة لك السيد ماهر عامر. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم بكل خير، ومبارك عليكم عيد الفطر، والشكر جزيل للأستاذة فردوس وللحضور والإم إس تي جلوبال والياندرو وللحضور على المشاركة في هذه الورشة. حضرتك الصوت واضح ولا؟ سوف أستعرض معكم سريعاً الاقتصاد الأزرق المستدام وتخطيط الحيز البحري في البحر الأحمر وخليج عدن. بداية دعوني أعرفكم في نبذة مختصرة عن بيرسكا، وهي الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وهي هيئة حكومية معنية بصون واستدامة الموارد البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتضم الهيئة في عضويتها جميع الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفيدرالية. والإطار القانوني هو اتفاقية جدة لعام 1982، وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة المقر الرئيسي لبيرسكا، كما تستضيف جمهورية مصر العربية في مدينة الغردقة مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة إمالسكا. التالي. هذه هي الخطوط العريضة لما سوف أستعرضه معكم اليوم عن حالة الاقتصاد الأزرق وتخطيط الحيز البحري في منطقة بيرسكا، الفرص المتاحة للاقتصاد الأزرق في البحر الأحمر وخليج عدن، التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر، وتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال تخطيط الحيز البحري. التالي. الاقتصاد الأزرق وتخطيط الحيز البحري في منطقة بيرسكا. في منطقتنا وفي الهيئة نفهم أن الاقتصاد الأزرق كما عرفه البنك الدولي هو الاستخدام المستدام للموارد البحرية من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق الوظائف مع الحفاظ على صحة النظام البيئي. كما نعرف أنه اقتصاد دائري غير ملوث، ويعتمد على أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، كما أنه يحد بشكل كبير من المخاطر والفقر البيئي، وتعمل غالبية دول الهيئة على التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن، والمتمثلة في السياحة البيئية والتجارة والنقل البحري والتعدين واستغلال الموارد البيولوجية الفعالة واستغلال مصادر الطاقة. كما تسعى الهيئة مع الدول الأعضاء لتحديث خطط الإدارة للمحميات البحرية وتخطيط الحيز البحري، حيث ندرك جميعا أنها عملية لتحليل التوزيع المكاني والزمني للأنشطة البشرية في المناطق البحرية لتحقيق أهداف سياسية وإيكولوجية واقتصادية، وذلك بغرض تسهيل الاستخدام المستدام للبيئة البحرية من خلال معالجة الاستخدامات المتعددة وإزالة التضارب والحد من الصراعات بين مستخدمي هذه الموارد. أما من حيث الفرص المتاحة في منطقة بيرسكا،
حيث يتميز البحر الأحمر وخليج عدن بالموقع الاستراتيجي، وعلى الرغم من أن الموارد الحية في البحر الأحمر محدودة إلا أنها ذات قيمة بيئية واقتصادية عالية. وعلى الجانب الآخر، فإن خليج عدن يعتبر من أكثر المناطق في العالم إنتاجية من الأسماك، والمنطقة بها العديد من الفرص والموارد، حيث تمثل معظمها أركان الاقتصاد الأزرق المستدام. وسوف نستعرض كل فرصة بالتفصيل في الآتي. الآتي التالي أول هذه الفرص هو السياحة البيئية، حيث يتميز البحر الأحمر بالشواطئ الممتدة والمياه الصافية ودرجة الحرارة المعتدلة والدافئة طوال العام، كما يتميز بالتنوع الواسع والفريد من الكائنات الحية، ويتمتع بالمناطق الآمنة. وكل هذا يزيد من فرص الاستثمار في السياحة البيئية وسياحة الغوص والصيد الترفيهي وغيرهما من الأنشطة المستدامة. التالي أما من حيث الصيد واستخراج الموارد الحية، حيث يعتبر البحر الأحمر بحر فقير نسبياً من ناحية الإنتاج نظراً لفقر مياهه بالمادة العضوية، حيث لا تصب به أي أنهار. وعلى الرغم من أن موارده الحية محدودة إلا أنها ذات قيمة بيئية وسياحية واقتصادية عالية جداً. وعلى الجانب الآخر، يتميز خليج عدن بالإنتاجية العالية، حيث يعد من أغنى المناطق بالأسماك، في حين ينتشر الصيد التقليدي على سواحل البحر الأحمر بواسطة السكان المحليين، كما تنشط عملية الاستزراع البحري في بعض السواحل الجنوبية للبحر الأحمر. وأيضا يعتبر البحر الأحمر مستودعا مهما للمواد البيولوجية الفعالة التي يتم استخلاصها من الكائنات البحرية. التالي استخراج الموارد غير الحية، يقع البحر الأحمر في أكثر المناطق في العالم جفافاً، وبالتالي من أكثر مناطق العالم فقراً بالمياه العذبة، وتعتمد معظم المدن المطلة عليه على تحلية مياه البحر كمصدر مهم ووحيد للمياه العذبة. فمثلاً إنتاج المملكة العربية السعودية وحدها من مياه التحلية أكثر من 1.6 مليار متر مكعب سنوياً، وهذه كمية مهولة. أما بالنسبة للنفط والغاز، فبعض الدول المطلة عليه توجد آبار النفط والغاز فقط على سواحل البحر الأحمر، فمثلاً مصر معظم آبار البترول توجد على خليج السويس. وأيضاً أكبر مزارع لطاقة الرياح أو الطاقة المتجددة من الرياح تقع على سواحل خليج السويس في جمهورية مصر العربية. التالي بالنسبة للتجارة والنقل البحري، وهي فرصة كبيرة موجودة في البحر الأحمر وخليج عدن، ونظرا للموقع الاستراتيجي للبحر الأحمر وخليج عدن، فحوالي 15% من النفط العالمي يبر من خلال البحر الأحمر، حوالي 25 ألف سفينة تعبر مياهه سنويا، وأكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميا تعبر مياه البحر الأحمر، وأكثر من 10% من التجارة العالمية تمر من خلال منطقة بيرسكا. ونظرا لهذه الأهمية، قامت الهيئة الإقليمية بيرسكا بتحديث الخرائط الملاحية للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر. بالتالي ما يعوق الاقتصاد الأزرق من معوقاته هو التغيرات المناخية، إلا أنه توجد بعض الحلول المعتمدة على النظم البيئية للتغير المناخي في البحر الأحمر وخليج عدن، يعني وينتشر على طول سواحل الإقليم سواء على البحر الأحمر أو على خليج عدن المستنقعات الملحية وغابات المانجروف ومروج الحشائش البحرية. وهذه الأنظمة البيئية تخزن الكربون في التربة وفي النبات، أو ما يعرف أو ما يطلق عليه الكربون الأزرق، وبالتالي تحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتعمل على تلطيف والحد من التغيرات المناخية. ومعظم ولحسن الحظ معظم هذه الأنظمة البيئية تقع داخل حدود محميات بحرية وساحلية أعلنت بالفعل من قبل دول بيرسكا، وبالتالي تتمتع بعمليات صون وحماية جيدة وفعالة. التالي أيضا من الفرص المتاحة ونقاط القوة
في المنطقة هو وجود المحميات البحرية وتخطيط الحيز البحري، حيث في العام 2005 تم التوقيع والتصديق من قبل الدول الأعضاء على بروتوكول خاص بحماية التنوع البيولوجي وإنشاء شبكة من المحميات البحرية، وبناء عليه تم تكوين شبكة من المحميات الساحلية والبحرية مكونة من 12 محمية بحرية وساحلية تمثل جميع النظم البيئية والأنواع النادرة والمواقع الحساسة والهامة في الإقليم. وقد قامت الهيئة بعمل مسح لهذه المحميات وإعداد خطط إدارة للمواقع وخطط إدارة متكاملة وتحديث هذه الخطط كل فترة، وكذلك تحديث الخطط استخدامات المناطق والأنشطة أو ما يطلق عليه الزونينج بلانز وتخطيط الحيز البحري لبعض المناطق. كذلك تقوم الهيئة بتقييم فعالية الإدارة لهذه المحميات في نهاية كل عام. التالي. دقيقتين للختم سيد عامر من فضلك، شكرا. أوكي. آخر هذه الاتفاقية النقاط المتاحة نقاط القوة هي الاتفاقيات والتشريعات البيئية والحوكمة الفعالة، ونعرف أن الحوكمة الفعالة هي مجموعة من المسؤوليات والممارسات التي تقوم بها الإدارة بهدف التوجيه ضمان تحقيق الأهداف والتأكد من إدارة المخاطر بشكل صحيح والتحقق من استخدام الموارد. ومن أهم مقومات التي ترتكز عليها الحوكمة هي البيئة التشريعية والأرضية القانونية والتنظيمية التي يتم ممارسة الأنشطة من خلالها. والمنظومة القانونية لبيرسيكا في 1982 تم التوقيع على اتفاقية جدة وبروتوكول وخطة العمل، في 2005 تم التوقيع على 2 بروتوكول أحدهما خاص بحماية البيئة البحرية والآخر خاص بحماية التنوع البيولوجي وشبكة المحميات، في 2009 تم التوقيع على بروتوكول المعدات والأفراد عبر الحدود في العاصفة الطارئة، في 2010 وحديثا تم إعداد بروتوكول خاص بالتعاون في مجال إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية وفي انتظار لجنة المفاوضين للتوقيع عليه، وهذا بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية. التالي. التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة بيرسكا، أولها هو التغير المناخي وسوء الإدارة أو فقر الإدارة للموارد البحرية وخصوصا في جنوب البحر الأحمر، والتلوث من المصادر الأرضية مثل الصرف الصحي ومخرجات محطات التحلية، التلوث من المصادر البحرية، التنمية الساحلية المضطربة والسريعة وخصوصا في شمال البحر الأحمر، ممارسات الصيد غير المستدامة والأنواع الغازية أو الدخيلة، وكذلك التضارب بين عمليات الصون والتنمية، وأيضا الصراعات بين مستخدمي هذه الموارد البحرية في المكان الواحد. وأخيرا التالي. كيف يساعد تخطيط الحيز البحري في دعم وتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام؟ يساعد تخطيط الحيز البحري على الاستقرار والشفافية والقدرة على التنبؤ للمشروعات البحرية الكبيرة. فعلى سبيل المثال يجري حاليا إنشاء مشروعات عملاقة في شمال البحر الأحمر ميجا بروجكت. هذه المشروعات العملاقة عملت سيناريو أو نموذج أو موديل حديث وغير مسبوق في العالم بالنسبة لتخطيط الحيز البحري، حيث كانت مخرجات هذا النموذج هو زيادة نسبة حماية الموارد البحرية واستدامتها بنسبة 30% عنه لو أعلنت هذه المناطق محميات بحرية، كما أن تخطيط الحيز البحري يساعد على التواصل بين أصحاب المصلحة عبر القطاعات والتآزر والتكامل والحد من الصراعات ويمنع الصيد الجائر ويمنع التلوث ويحافظ على البيئة ويعمل على استدامة الموارد البحرية. وأيضا التخطيط البحري وإعلان المحميات البحرية يعمل على حماية الخدمات التي تقدمها النظم الأكولوجية للمنطقة والتي ليست لها أسواق، وتظهر وتسهم أيضا بشكل كبير في النشاط الاقتصادي وغيره من الأنشطة البشرية مثل عزل الكربون أو حماية موارد الكربون الأزرق وحماية السواحل من الأعاصير والعوامل البيئية. التالي. هذا هو باختصار الاقتصاد الأزرق المستدام و الحيز تخطيط الحيز البحري في منطقة بيرسكا. أما التوصيات ممكن أقولها في جلسة التوصيات. شكرا. شكرا جزيلا لك سيد ماهر عامر على مشاركتك النموذج لدول الأعضاء في البحر الأحمر وخليج عدن. شكرا لك. وقبل الترحيب بالضيفة لي أود أن أذكركم أعزائنا المشاركين أنه يمكنكم دائما طرح أسئلتكم والمشاركة في استطلاعات الرأي من خلال منصة سلايدو باستخدام الهاشتاج MSPBE، ونذكركم بطرح أسئلتكم فقط عبر منصة سلايدو، فللأسف لا يمكننا أخذ
الأسئلة من خلال غرفة الدردشة بمنصة جوت ويبينار. شكرا لكم على تفاهمكم. والآن ومن لبنان تنضم إلينا السيدة فيرا نون. سيدة فيرا تمتلك خبرة أكاديمية ومهنية متنوعة، حائزة على شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية من لبنان وشهادة ماجستير في مجال تخطيط استخدام المساحات البحرية. حاليا تعمل في قسم التنظيم المدني في شركة خطيب عالمي، وتشارك بمشاريع إنمائية دولية كتخطيط واجهات ومرافق بحرية وإعادة تأهيل مدن ساحلية وسياحية. السيدة فيرا لك الكلمة. شكرا فردوس. قبل البدء أود أن أتوجه بالشكر لمنظمي هذه الندوة أليخاندرو وفردوس، وأود أن أقول فطر مبارك للجميع، للمتحدثين والمستمعين. عم تسمعونا؟ أوكي. إذن اليوم سنتكلم عن كيفية تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال تخطيط الحيز البحري. سنلقي نظرة عامة على الحالة في لبنان. التالية. أوكي. إذن في البدء سنقسم استخدامات الشاطئ والمساحات البحرية إلى ثلاث: الاستخدامات التجارية والخدماتية، المبادرات والخصائص البيئية، والتراث الثقافي والتاريخي. وفي كل خانة من الاستخدامات سنعرض خرائط توجيهية، العوائق التي تواجه الاقتصاد الأزرق المستدام، ونعرض أيضا فرص دمج تخطيط الحيز البحري والاقتصاد الأزرق. التالية. إذن مقدمة عامة عن لبنان. التالية. إذن الخصائص الجغرافية: لبنان دولة صغيرة نسبيا من ناحية المساحة وطول الشاطئ، هو يتميز بسلسلتي جبال شرقية وغربية، وبالتالي فهو غني بالأنهر والمياه الجوفية التي تصب في البحر الأبيض المتوسط. نلاحظ أيضا أن الجرف القاري في لبنان ضيق إجمالا كما ترون في الخريطة، وشواطئه متنوعة بين صخرية رملية وحصوية. من ناحية الحوكمة والجيوسياسية، إذن في لبنان ليس لدينا أي آلية لتخطيط الحيز البحري، ولكن يوجد قانون قيد التحضير للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية الـ Integrated Coastal Zone Management. إذن حالياً يوجد عدة وزارات معنية تنفذ مشاريع حسب القطاع التي هي تعنى به. والجدير بالذكر أيضاً أن هنالك خلاف سياسي على الحدود البحرية الجنوبية كما ترون باللون الأحمر. أوكي. لكن لننتقل إلى استخدامات الشاطئ والبحر، ابتداء باستخدامات التجارية والخدماتية. بما يخص النقل البحري، التالي. إذن المرفأين الأساسيين في لبنان هما في طرابلس وفي بيروت. أوكي. وهنالك أيضا مرافق صيد السمك. يجدر بالذكر أن الصيد في لبنان لا يزال صيد تقليدي وترفيهي، ولا يوجد أسطول كبير الحجم يذهب إلى أعماق البحار. معامل الكهرباء أيضا موجودة على السواحل. أيضا الجدير بالذكر أن لبنان إلى يومنا هذا لا يزال يتكل على مولدات خاصة تعمل على المازوت والديزل، وأيضا على سفن تنتج الكهرباء على السواحل. إذن فهو قطاع غير مستدام أبدا وكارثي نستطيع القول. هنالك أيضا بدء لاستكشاف النفط والغاز كما ترون في الخارطة، هذه هي البلوكات المقترحة. لقد بدأوا التنقيب عن النفط في البلوك 4. وهنالك أيضا عدة استعمالات أخرى كالمعامل والصناعة، الزراعة والثكنات العسكرية. أحب القول أيضاً أن الثكنات العسكرية الساحلية هي قد تلعب دور محميات بيئية، حيث أن جميع النشاطات البشرية ممنوعة. إذن بشكل غير مباشر قد تلعب دور محميات بيئية. التالي. أوكي. انطلاقاً إلى الخصائص البيئية. التالي. يوجد في لبنان محميتين بحريتين موجودتين، الأولى في طرابلس في الشمال والثانية في الجنوب في سور، وهنالك عدة محميات مقترحة. بالإضافة إلى ذلك يوجد حيضين بحريين اصطناعيين، الأول كان نتيجة دراسة علمية موثقة كان هدفها
دعم الثروة السمكية، والثاني كان نتيجة القيام بحديقة بحرية لدعم وتشجيع السياحة البحرية. ترون في الصور المحميات الطبيعية، إذن في طرابلس إنها نقطة عبور لعدة طيور مهاجرة مهمة، وفي الجنوب في صور إن هذا الشاطئ الرملي هو موطن للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. إذن الاثنان يحملون أهمية للتنوع البيولوجي في لبنان والمتوسط إجمالا. التالي، كما تعلمون إذن إن لبنان دولة قديمة جدا وهو مسكون منذ آلاف السنوات، حيث انطلق الحرف والحضارة الفينيقية إتسترا، وبالتالي فإن أكثرية مدنه الساحلية تمتلك مواقع أثرية وحتى بحرية. إذن لدينا مثلا الخندق الفينيقي في أنفي. نكست، التالي. السور الفينيقي في البترون، القلعة الصليبية في صيدا، لدينا أيضا آثار بحرية مغمورة بالمياه في صور، قد تكون مرافق قديمة أو قد تكون حتى مدن قديمة ساحلية، حطام سفن. ويجب أيضا أن نذكر أن لبنان دولة تتكل على القطاع الخدمات كثيرا، إذن قطاع المطاعم والفنادق والمنتجعات البحرية والسياحة الطعام أي culinary tourism. Next. إذن ما هي العوائق التي تواجه الاقتصاد الأزرق المستدام؟ لنبتدئ اقتصاديا، نحن حاليا نبدأ عن تنقيب عن النفط والغاز، ولكن جميع الدول المتقدمة بدأت الاتكال على الطاقة البديلة، وإن سلمنا جدلا أننا سنستطيع استخراج الغاز أو النفط، هنالك خلاف سياسي مهم جدا على الحدود البحرية قد يعيق عملية استخراج الغاز. في قطاع الصيد البحري يوجد اتكال كبير على استيراد الأسماك بدل إقامة سياسة لدعم الصياد اللبناني البحري أو حتى تشجيع الاستزراع المائي. هنالك أيضا مشكلة الأسماك الغازية، الصيد العشوائي واستعمال الديناميت. من وجهة نظر بيئية هنالك كارثة حقيقية، حيث هنالك النفايات الصلبة المرمية في مكبات عشوائية، يوجد أيضا نفايات مرمية في مجاري الأنهر، تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية، وكل هذا هو نتيجة غياب خطة شاملة لإدارة النفايات أو إدارة المياه الجوفية أو حتى إدارة استخدام الشاطئ والبحر اللبناني. التالي، من وجهة نظر اجتماعية لدينا تعديات على الملك العام وأملاك بحرية مخالفة للقانون. أحب أن أذكر مثلاً فندق الإيدن باي الذي بني مؤخراً على شاطئ عام رملي في بيروت رغم كل المعارضات من المجتمع المدني وحتى القانوني، ويشكل هذا الفندق رمز للفساد في الدولة الذي هو منتشر على جميع الشاطئ اللبناني. ومشكلة أخرى أيضاً يعانيها الشاطئ اللبناني هو المخيمات والأحياء الغير قانونية المبنية على الشاطئ، كما ترون في الصورة على اليسار في الأزاعي في بيروت. ويشكل التأثير تغيير المناخي خطراً كبيراً على هذه المجتمعات الفقيرة، حيث أنها عرضة للفيضانات وارتفاع مستوى المياه. هناك أيضاً مشكلة تدمير وردم مواقع أثرية وذات إرث ثقافي وبيئي من أجل إنشاء مشاريع تجارية خاصة. ترون في الصورة في النصف منارة بيروت القديمة التي كانت موجودة على الشاطئ، ولكن هي حالياً موجودة وسط بناء عمارات وعدة أبنية. وهناك أيضاً مشكلة سرقة الآثار والكنوز المغمورة بالمياه. التالي، لنتكلم عن فرص دمج تخطيط الحيز البحري والاقتصاد الأزرق. أولاً، تخطيط الحيز البحري قد يخلق إطار عمل شامل، وهو بالتالي سيسمح لتشجيع السياحة الداخلية في ظل اقتصاد يكافح. هناك أيضاً فرصة لدعم النشاطات البحرية الصديقة للبيئة مثل ركوب الأمواج والغطس والتجديف وغيرها.
من نظرة أخرى هي تسمح لحماية الإرث الثقافي البحري الغني كالملاحات والأثار البحرية والحفريات والمدن الساحلية الأصيلة. هو أيضاً فرصة للاستثمار بالطاقة البديلة. مثلاً في شمال لبنان في عكار إنها منطقة ذات الجرف القاري الأوسع نسبياً وهنالك سرعة الرياح مرتفعة نسبياً. إذن هنالك فرصة لتطوير طاقة الرياح. من المتوقع أيضاً أن يلعب مرفأ طرابلس في الشمال دوراً أساسياً بإعادة إعمار سوريا، وهنالك عدة دراسات قد أثبتت هذا الشيء. وهذا التطور قد ينعكس إيجابياً على الاقتصاد في حال اتبع معايير الاستدامة التي قد يستطيع أن يدعمها تخطيط الحيز البحري. الثانية، فرص أخرى قد تعطيها تخطيط الحيز البحري هو دعم الدراسات العلمية والأكاديمية بالبيئة البحرية. أيضاً هي فرصة لجمع الموارد البشرية والتنمية الإدارية، حيث أن جميع المعلومات والموارد مشتتة بين الوزارات والمؤسسات التي تعنى بعالم البحار. ونقطة مهمة أساسية أيضاً هي دعم المبادرات لزيادة الوعي العام. نلاحظ مؤخراً ازدياد النشاطات والندوات والدراسات من المجتمع المدني والجمعيات التي تعنى بالحفاظ على البيئة الطبيعية والصيد السمكي إتسترا. إذن فتخطيط الحيز البحري قد يخلق إطار يستطيع أن يدعم هذه الجمعيات المحلية والدولية، مما قد يساهم على زيادة الوعي العام. التالي، بالنهاية استخدام أدوات تخطيط الحيز البحري سيهدف إلى خلق خطة رئيسية شاملة لاستخدام البحر والشاطئ اللبناني، توعية عامة عن أهمية الحفاظ على البحر، وهذا الشيء سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الأزرق. جمع ودمج البيانات المتشتتة ولملمة المسؤوليات في الوزارات المعنية، حماية الشواطئ العامة والأملاك البحرية من طمع المستثمرين، وأهم شيء بالنسبة لي في لبنان، في هنالك عبارة تقول جود بالموجود. لبنان هو دولة صغيرة ويتكل كثيراً على الخارج وعلى كل ما يأتيه من الخارج، ولكن لماذا لا ننظر إلى الداخل وما يملكه لبنان من غنى ثقافي وأثري من ناحية، ومن التنوع الحيوي أو ما تبقى منه من ناحية؟ إذا استطعنا أن نحافظ على هذه الثقافة وهذا التنوع الحيوي، بالنهاية سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد. وأحب أن أنهي هذا النقاش. رجعي بس تك الورق. أوكي. أود أن أطرح سؤالاً للنقاش. كون لبنان دولة صغيرة، هل برأيكم أن هذا الشيء يسهل تطبيق القوانين وضبط المخالفات؟ وسؤال آخر، هل برأيكم أن في دولة صغيرة ذات الموارد المحدودة، هل تخطيط الحيز البحري سيساهم بحماية الموارد والمستخدم سواء، أو سيفضل واحد على الآخر؟ شكرا جزيلا. تستطيعين وضع الشريحة النهائية، وأنا جاهزة لتلقي أسئلتكم. شكرا جزيلا سيدة برنون على مشاركتك. أنا مدرس اللبناني، ومن لبنان إلى تونس ينضم إلينا اليوم السيد أنيس زروق. السيد زروق لديه 15 سنة من الخبرة الأكاديمية والمهنية في مجالات متعددة، ويعمل الآن كمكلف بمشروع بمركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة. السيد زروق حاصل على الشهادة الوطنية لمهندس في اختصاص علوم الصيد، وشهادة ماجستير وشهادة دكتوراه. اسمحوا لي بلحظة واحدة لإعطاء السيد زروق دور المقدم من خلال منصة جو تو ويبينار. أشكرك أصدقائي وزملائي، يعني أشكركم على هذه الدعوة والفرصة، وخاصة على هذه المداخلات القيمة والثرية لهذا الحد. سنحاول في نفس السياق أن ندلي ببعض
المعلومات التي تنضوي تحت إطار الاقتصاد الأزرق وتخطيط الحيز البحري، ونضيف إليه معطى آخر ألا وهو المحميات البحرية، والتي تنضوي تحت أحد أهم المهام للمركز الذي ينتمي إليه ألا وهو مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة Special Protected Area Regional Activity Center. اسمحوا لي بعجالة أن أقدم المركز، يعني مركز إذا المركز هو واحد من المكونات خطة عمل البحر الأبيض المتوسط للأمم المتحدة، ويعمل بالتنسيق مع 5 مراكز محورية أخرى وبرنامج ميدبو في البحر الأبيض المتوسط. إذا هذه المراكز تعمل بصفة أفقية مع بعضها، ولكن المركز السفارات يعني كما يحلو لنا تسميته هو مركز للتنوع البيولوجي البحري المتوسط. ويجدر الذكر أن مركز فبراك هو المركز الذي يخص كل من يعني تحديد الحيز البحري، ونشتغل كثيرا خاصة في الفترة الأخيرة على المنطقة الأدريتيكية، وسيكون لنا مثال في آخر هذه المداخلة على دولة ألبانيا وكيف تدخلنا في هذا السياق. إذا أهم المهام لمركزنا هي مساعدة الأطراف المتعاقدة بالمتوسط في تنفيذ البروتوكول الخاص والمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي، ومن ذلك من خلال أولا إحداث شبكة ممثلة ومتصلة وتدار بشكل جيد خاصة من المحميات البحرية، تعزيز كل ما يهم رفاهية الإنسان، موارد وخدمات تقدمها الطبيعة، يعني كل شيء يجب أن يكون متأتيا وبصفة مستدامة من خلال الموارد الطبيعية، وأساسا إرساء نظم إيكولوجية بحرية غنية تكون منتجة ومرنة. إذا من خلال هذه المداخلة سنتطرق بصفة خاصة ومحاولة فهم وأسس كل من تخطيط الحيز البحري، مفهوم المحميات البحرية، ثم ذلك إلى الاقتصاد الأزرق. يعني كثير من سبق أن تعرف على هذه التركيبة، مثلاً للمنظومات الغابية ومدى أهمية كل عنصر فيها، وفي نفس الوقت هشاشة هذه العلاقة وأهمية الحفاظ على توازنها. وهذه العلاقة تزداد تعقيداً بالمجال البحري، حيث لا تزداد معرفتنا بالمكونات محدودة رغم كل الاكتشافات إلى حد هذا اليوم. ولكن أتوجه إليكم هنا بسؤال: هناك مكون أساسي ينقص هذه الرسوم البيانية بالرغم من تدريسها إلى حد هذه الساعة ببعض المدارس والمعاهد وحتى في بعض الكتب العلمية، وهذا المكون الأساسي ربما تعرفتم إليه ألا وهو العنصر البشري. فالعنصر البشري هو لا يمكن ولا يجب إهماله أو تخلي عنه في مقاربتنا للمنظومات البيئية والتوازن البيئي، لأننا كإنسان وكبشر مكون أساسي منها. إذن من هذا المنطلق سنحاول تفسير مفهوم المحميات البحرية. من ماذا تتكون هذه المحميات؟ فهذه المحميات أولاً هي موروث طبيعي من كل ما فيها من كائنات ومن موائد بحرية ومائية. تتكون من البحر، تتكون من الأرض، وخاصة من الأنسان والأنشطة المتواجدة في تلك المنطقة. من انطلاق هذا المفهوم، هذا ينطبق على أي مساحة بحرية وساحلية، ويكون الأساس في انطلاقنا لمفهوم الاقتصاد الأزرق. سنحاول فهم ما يمكن أن يحدث في المحميات البحرية وبصفة عامة في المناطق الساحلية والبحرية. ما كان يحدث خاصة في السابق أنه عندما نكتشف كائنات مهددة بالانقراض أو مآلف مائية مهددة بالانقراض، نتسارع في إحداث المحميات البحرية وإخلاء كل ما هو نشاط بشري بها وبعض الأنشطة التي تكون متواجدة بها. وفي هذا الحال يتم الإغلاق لسبيل الحماية، ولكن وسنرى ذلك مع بعض، إذا تمعنا فيما هو موجود
بهذه المناطق سنكتشف حقيقة أخرى. ففي هذه المناطق يمكن أن يتواجد موانئ، يمكن أن نجد منازل، يمكن أن نجد أنشطة سياحية، يمكن إيجاد مصانع، يمكن إيجاد كل ما هي ملاحة سياحية، هناك القوارب والبوافر لنقل البضائع، هناك استخراج الموارد النفطية، إضافة إلى تربية الأحياء المائية وبالأخص وهم الصيد البحري، وهو مكون مهم جدا في المجال البحري والساحلي، لأن هذه الفئة من الناس هم المورد الوحيد لهم هو البحر، ولكن ذلك ينطبق على عديد النشاطات الأخرى التي جاء ذكرها. إذا قمنا، هناك أيضا بعض المرافق الموجودة والتي تسعى إلى تنظيم بعض هذه الأنشطة السياحية. إذا قمنا بنفس التمرين وأعلنا هذه المحمية، فأنكم في هذا من خلال غلق هذه الأماكن وإخلاء كل نشاط إنساني بها، للأسف تتحول الحماية في أغلب الأحيان إلى عدو يجب التخلص منه، وفي أغلب الأحيان هذه المحميات تبقى على حبر على الورق ولا تكون موجودة على الميدان. لذلك، وهذا هو مجال تدخلنا، يكون إنشاء المحميات البحرية والساحلية أولاً منطقة يمكن تواجد بها النشاط البشري بشروط، ولكن بصفة تشاركية وبصفة تأخذ الوقت اللازم لإنشاء هذه المحمية، ومن خلال مثال تصرف يكون أحدث بتدخل جميع الأطراف. ومن هنا يمكن أن ننطلق إلى الحيز البحري. إذن وبعجالة نحاول أن نرى ماذا يحدث داخل هذه المحميات البحرية والساحلية. في المحميات البحرية هنالك موارد طبيعية لها توازن مع المآلف المائية، هنالك الدورة الغذائية، عديد الكائنات التي تنتفع من ذلك، وبالتأكيد فهي تتكاثر وتنمو حتى تسعى إلى احتلال مناطق جديدة، هذه هي الدورة الطبيعية. ولكن هذا هو من المجال فقط الغير البعيد قريبا عن الحقيقة، لأنه في الحقيقة كما قلت هنالك العنصر البشري. إذا لنا الصيد البحري الذي أيضا يستغل هذه الموارد، للأسف رغم كل المجهودات دائما هنالك التلوث البحري، وخاصة في البحر يصعب يعني أن هذا التلوث تخلص منه. هناك للأسف بعض الأمراض التي يمكن أن تخل بالدورة الغذائية. في الجزر ونحن نشهد ذلك في عديد المناطق المتوسط، هناك الكائنات الدخيلة التي أيضا لها تأثير سلبي. هناك كل من الصيد الترفيهي وإذلك الإرسال لهذه القوارب لما يكون بصفة عشوائية يمكن أن يأتي بكائنات للأسف دخيلة التي تخل بالتوازن الطبيعي. وفي هذه الظروف وإذا استقرت الأمور في هذا الحال فذلك يأتي سلباً على قلة الموارد، وبالطبع من قلة كل الأنشطة المستنفعة من هذه الموارد. إذن هنا يعود تدخلنا لتوفير الحماية، كيف ذلك؟ بمحاولة القضاء قدر الإمكان على الكائنات الدخيلة والسبل التي تؤدي لها. التعاون، الصياد يجب أن يكون شريك وليس يعد من الإشكاليات في المنطقة البحرية، التشارك والتعاون يكون عنصرا فعال منذ بداية إرسال نظم التصرف في المحميات. الحد أقصى ما يمكن من التلوث، وخاصة إرسال بعض النظم مثلا في التصرف في الإرسال للقوارب حتى نحمي المآلف التي توجد في المحميات. وفي هذا وهو ما تم إثباته في عديد المحميات، الثروة تنمو بل وتزيد في نموها تستغل مناطق أخرى، ولكن كل ذلك يعود بالنفع إلى ذلك الصياد الذي تم اعتباره في مرحلة ما جزء من الإشكال، وهو يصبح جزءا يستفيد من كل هذه المنظومة. إذا كما تم التطرق إليه في المداخلات السابقة، هذه المحمية تخضع إلى زونينج بلان، يعني منطقة، يعني نشوف مثال التصرف الذي
يعد مناطق يمكن فيها بعض الأنشطة، بعض القواعد، حتى يكون الأنشطة بطريقة مستدامة. نفس الشيء يكون موجود وينطبق على المناطق الساحلية، يعني ذلك في نفس المطار. وكل هذا يجب أن ينطوي بصفة أكبر على ما نسميه بالتخطيط للنظام البحري. إذن سنتطرق في آخر هذه المداخلة إلى مثال واقعي من مشروع تم إنجازه أخيرا بدولة ألبانيا من طرف مركزنا وبالتعاون مع وزارة البيئة بألبانيا وإدارة المحميات بألبانيا. هذا المشروع إذا هو خاصة كان يهدف إلى بلورة المهارات بألبانيا وتوفير كل البيانات الأساسية اللازمة للشروع في هذا التخطيط للحيز البحري بموقع تجريبي. وعلى سبيل الذكر فإن ألبانيا إلى حد هذا المشروع لم تكن لها فرصة أخرى للتعرف بما يسمى بالتخطيط الحيز البحري، وكانت هذه أول تجربة قمنا بها معها. إذن وبصفة سريعة، لماذا المنطقة التي تم اختيارها في ألبانيا كانت منطقة فلورا؟ السؤال هو لماذا هذه المنطقة؟ أولاً لأنه على عدد السنوات تعددت الدراسات والبيانات، ولكنها كانت مشتتة على عديد الوزارات والإدارات ولم تكن في مكان واحد ويمكن لأي شخص أن يطلع عليه. أول حاجة أخرى يعني هي تعدد المتدخلين والأنشطة الساحلية والبحرية بهذه المنطقة، فهي تعد أهم منطقة متطورة في ألبانيا. هناك تواجد لمحمية بحرية كنا قد ساهمنا في إنشائها في السنوات الفارطة، وهي تعد محمية بحرية ذات أهمية متوسطة. هناك عنصر آخر مهم، أن هذا المشروع لم يكن له فترة زمنية كبيرة، ولكن وضعنا أهداف لها أبعاد على المدى الطويل، وكانت في نفس الوقت تجيب إلى أهداف وطنية وأهداف إقليمية بالبحر الأبيض المتوسط. العمل الذي قمنا به هو من خلال مكتب دراسات جمع كل هذه المعلومات في دراسة واحدة. كل هذه المعلومات من عديد الوزارات، من عديد المتدخلين، تم وضعها بما نسميه بخرائط نظام المعلومات الجغرافية. هذا النظام ليس بجديد، ولكن لأول مرة وفي دولة ألبانيا كان من الممكن رؤية كل هذه الأنشطة في خارطة واحدة، واستنتاج كل ما يمكن أن ينتج من صراعات بين بعض المتدخلين وصراعات بعض المجالات، وفي نفس الوقت أين يكمن التوازن في بعض المجالات الأخرى. ومن هنا كانت هناك دراستين، كان هناك عديد التدخلات لكل الوزارات من صيادة، من وزارات بيئة، من وزارات صناعة، من وزارات التي تشرف على الموانئ والنقل البحري. كانت هذه التجربة لمنطقة فلورا، وفي نفس الوقت قمنا بإنشاء دليل يمكن أن تتبعه دولة ألبانيا لإنشاء نفس المخطط في مناطق أخرى من هذه الدولة. في آخر واحدة هذا آخر سلايد. يعني في الأخير ما تم إنتاجه هو هذه الخارطة للمارين سبيشال بلانينج، وكانت فيها كل من المحمية البحرية أخذنا بعين الاعتبار أن البواخر خاصة من الاقتصادية كانت يمكن أن تخلى بها في صورة إحداث حادث، أتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن كان للبحارة تدخل، كان لكل من له أحياء مائية في تلك المنطقة تدخل، للسياحة، للمناطق الأثرية والتاريخية. وبفضل هذه الخرائط تم الاتفاق والشروع في نتمنى أن يحدث ذلك في القريب، لأنه تم إدخالها في برنامج عمل منطقة فلورا لـ 2020،
وما شاركنا فيه أيضا هو هذه الدراسة لإرساء القوارب الترفيهية بمنطقة بلورة بمنطقة أخرى. وبحسن الحظ يعني أن وزارة البيئة والسياحة مولت حاليا يعني تمويل ألبانيا لألبانيا. من المغرب ومصر كذلك لبنان، تونس، اليمن، عمان، إندونيسيا، فرنسا، إسبانيا. شكرا لكم على انضمامكم لنا في ندوة اليوم. السؤال الثاني الذي طرحنا عليكم عن حول صنف أصحاب المصلحة التي تنتمون إليها، 40% كباحثين معنا اليوم، وأدعوكم لاستطلاع الرأي. أرى هنا فقط 26 مشارك صوتوا، 26% من منظمات حكومية، 7% من منظمات دولية، وآخرون و إذا كان استطلاع الرأي كآخر، أدعوكم إلى يمكنكم كتابة ما هي منظمتكم في عربة الدشة. السؤال الثالث الذي طرحنا عليكم عن حول مستوى فهمكم لموضوع الندوة، وأرى أن 37% لديهم معلومات أساسية، التصويت يتغير مع الوقت، لدي معلومات أساسية مثلا بعض لدى نسبة كبيرة من المشاركين الذين انضموا إلينا بعض المعرفة الأساسية مما يفسر أهمية هذه الندوة اليوم. السؤال أو استطلاع آخر استطلاع رأي دار حول معرفة هل طور بلدكم استراتيجية للاقتصاد الأزرق أم أنه بصدد وضعها، و40% من المشاركين جاوبوا بنعم. فمن الجيد جدا معرفة أن 40% من البلدان الممثلة بمشاركينا قد وضعوا استراتيجية للاقتصاد الأزرق. أدعوكم إلى المتابعة متابعة التصويتات، وأشكركم على الإجابة على الأسئلة والاستطلاعات، وسنبدأ الآن بأخذ أسئلتكم من خلال منصة سلايدو لنقدمها لخبرائنا. السؤال الأول من ماهر الكحالي، وقد سأل هل بدأت دول البحر الأحمر شمال زي مثلا السعودية، عندها دولة السعودية فيها ميجا بروجكت كبيرة جدا، وعملت ماري سبيشال بلاننج للبروجكت ديت، وإدت نتائج أو السيناريوهات، إدت سيناريوهات عالية جدا أو يعني موديل مباشر بالنسبة للماري سبيشال بلاننج بالنسبة للميجا بروجكت في المملكة العربية السعودية. دول الجنوب في البحر الأحمر أعتقد إن يعني لسه ما عملتش ماني سبيشال بلاننج، وإن كان بيرسكا بنحاول دلوقتي، إحنا في مرحلة إن إحنا بنعمل كاباسيتي بيلدينج أو بناء قدرات في مجال الماني سبيشال بلاننج، بس إحنا كنا مركزين على المحميات البحرية، وأعتقد إن يعني الاختلاف بين الماني سبيشال بلاننج والمحميات البحرية مش كبير. فبيرسكا ساعدت الدول إنها عملت زونينج بلانز لمعظم المحميات، يعني زونينج بلانز أو تخطيط الأنشطة داخل المحميات أو خطط تمنطق أو سمات أنشطة داخل المحميات، عملناها في مصر وفي السودان وأعتقد في جيبوتي وفي الأردن. فإحنا ماشيين مع الدول اللي ما عملتش سبيشال بلانينج وبنساعدهم فيها. بالنسبة لبقية سؤالك إن الحالة السياسية الغير مستقرة تؤثر في ذلك، أعتقد إن الحالة السياسية برضو غير هتأثر في عملية تخطيط الحيز البحري. يعني مثلاً في جنوب البحر الأحمر أو في مدخل البحر الأحمر، كان من فترة من حوالي 10 سنوات كان في عملية
القرصنة كانت موجودة وأثرت على عملية المصايد وعلى عملية حماية البيئة وعلى عملية النافيجيشن عموما. فأعتقد الوضع السياسي ممكن الغير المستقر بيأثر على تحقيق تخطيط الحيز البحري وعلى الاقتصاد الأزرق عموما. على العموم بيسكا بتعمل مع الدول انها بتنسق مع الدول في عملية تخطيط الحيز البحري. احنا في مرحلة نحن دلوقتي بنعمل بناء قدرات للدول في مجال تخطيط الحيز البحري. شكرا. شكرا شكرا لك على الإجابة سيد ماهر. أريد دعوة متحدثين الخبراء على الإجابة على الأسئلة إذا يمكن في دقيقة إلى دقيقتين لنتمكن من الإجابة على كل أسئلة المطروحة من طرف المشاركين. شكرا. والآن لدينا سؤال من خالد والذي يسأل: كيف يمكن الاستفادة من الاقتصاد الأزرق في ظل عدم تحديد المجال البحري للدول؟ والآن أريد أن أوجه هذا السؤال إلى السيد عمر برحيم. تفضل سيد برحيم لك الكلمة. شكرا فيروس. أود إشارة في هذا المجال أو إجابة على سؤال كيف يمكن الاستفادة من الاقتصاد الأزرق في ظل عدم تحديد المجال البحري للدول، إشارة إلى باقية قانون البحار لـ 82 أنكلوس 82. هي تحدد هي إطار مرجعي لتنسيق سيادة الدول على المياه الإقليمية. حسنا فعل المغرب مثلا أنه انضم لهذه الاتفاقية منذ 2007، وأشرت في بداية عرضي إلى تراكم المشاكل البحرية. ما يحدث مثلا في المغرب مثلا كان يتعلق الأمر بالتلوث، ونحن على إحدى بوابات البحار مضيق جبل طارق باب المندب قناة السويس، يمكن أن يكون له تأثير أيضا على ما يعتمل في الشرق المتوسط. إذن الاستفادة من الاقتصاد الأزرق يمكن للدولة أولا أن تكون منسجمة مع القانون الدولي فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لقانون البحار. مثلا في المتوسط هناك اتفاقية برشلونة، هناك اتفاقية لندن لغمر الأشياء لندن دامبينج كونفنشن والبروتوكول المعدل لها في لسنة 1996 وما تلاه. كل هذه الرسالة القانونية هي تؤسس لما يمكن لدولة أن تفعله إذا انضمت إلى هذه الاتفاقية أو تلك. إذن أولا لا بد من أن الدولة منسجمة مع ما يعتبر، لأن ما قلت هناك تراكبية الأوفرلابين لمشاكل التي تظهر هناك البحر، سواء تعلق بالتلوث أو الملاحة أو القرصنة أو أي شيء. إذن كجواب لا بد أن يكون هناك انسجام، ويمكن للدولة حتى دون الانضمام لبعض الاتفاقيات أن ترسخ الثقافة الأزرق في مجالها البحري. مثلا في المياه الإقليمية التي تصل إلى 12 ميل بحري. شكرا لك سيد عمر برحيم. الآن السؤال القادم الموجه إلى سيدة فيرا، وهو من مشارك مشغول يسأل: ما هو تأثير التنقيب عن الغاز على الحيز البحري البرية المائية في المياه الإقليمية اللبنانية؟ لحظة واحدة لأعطيك الكلمة السيدة فيرا، تفضلي. لحظة واحدة. أوكي، هل تسمعونني الآن؟ أوكي. لقد أقامت شركة توتال مع شركة دار الهندسة اللبنانية بإقامة عدة ندوات وجلسات عامة لعرض أثار تنقيب الغاز على الحياة البرية المائية. وأبرز هذه الأثار هي أولاً انبعاثات الملوثة من البواخر من الطائرات التي ستتنقل بين وحدة الحفر والميناء. هناك أيضا تلوث السمعي، أي ضجيج الماكينات التي ستقوم بالتنقيب، وهذا الشيء يؤثر على الثدييات البحرية التي تتكلم لنقل عبر الذبذبات تحت المائية. هناك أيضا أثر التدمير على قاع البحر و
وطبيعة القاع. البعض منها قد يكون رملي أو صخري، البعض منها يحوي على الحياة المائية. هنالك أيضا خطر تسرب النفط والغاز لاحقا بعد إقامة الوحدة، وأيضا خطر على الفوالق الزلزالية، حيث أن لبنان معروف بموقع على فالق زلزالي. وحتى الإمدادات التي ستقام لاحقا لتوصيل النفط أو الغاز قد هي عرضة للتسرب. وعد الآثار الأخرى هي قد تكون على الآثار البحرية. وكان هذا تعليق خلال هذه الندوة أنه لم يقم بدراسة فعلية أو معمقة على الآثار البحرية التي قد تكون موجودة في قاع البحر اللبناني. كما نعرف هنالك عدة سفن، عدة آثار مدن قديمة إتسترا. إذن فهذه هي الآثار الأساسية. شكرا. شكرا جزيلا سيدة بيرا. والآن أعود إلى سيد برحيم لأسأل، هل هناك فعليا هل هناك فعليا تخطيط لا هل هناك فعليا تخطيط الحيز البحري في المغرب؟ وإذا كان كذلك فهل هي في أي مرحلة؟ السؤال الثالث وأعود للسؤال الخامس عشر. السيد برحيم لحظة لأعطيك الكلمة، تفضل. تفضل. شكرا في الدرس. سؤال وجيه، أين نحن في المغرب فيما يتعلق بتخطيط الحيز البحري؟ وإذا كانت كذلك فأي مرحلة؟ أستطيع أن أقول بأنه منذ بداية الألفية الحالية المغرب أخذ توجه جديد، هذا قدرنا لأن احنا دولة تعتمد على السياحة، على تصدير المنتجات السياحية، على التبادل التجاري مع جيراننا سواء في أوروبا أو في أفريقيا. إذن فالتوجه الوطني كان دائما توجه لتخطيط الحيز البحري. طبعا أقول أنه ليست هناك عنوان واحد يمكن أن نقول بأن هذا العنوان هو الذي يخطط وينفذ، ولكن هناك تعاون أفقي بين كل المؤسسات. هناك على صعيد المؤسسات كل إدارة تشتغل وتنسق مع الإدارات الأخرى. مثلا لما تطرق لإدارة الموانئ والملك العمومي البحري ووزارة الصيد البحري المختصة بقطاع الصيد، هناك تنسيق، هناك أيضا تنسيق على مستويات أخرى. المغرب لترسيخ هذا المفهوم تخطيط الحيز البحري يمكن أن أسرد نماذج، مثلا إنشاء المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. هناك أيضا على الصعيد القانوني اعتماد القانون الساحل رقم 81/12، وهذا القانون في سنة 2015، يعني هذا القانون أسس لدور كل واحد سواء المؤسسات أو الأفراد أو غير ذلك لما من حقوق وواجبات. إذن يمكن أن نقول أن تخطيط الحيز البحري المغرب فعلا موجود، وإن كنا لازمنا يجب أن نفعل الكثير لجعله أمرا واقعا. ولكن أنا أقول مثلا فيما يتعلق بالتخطيط البحري، وزارة أو كتابة الدولة المكلفة بالبيئة هي التي تجمع كل المنظومة والفاعلين عندما يتعلق بالتخطيط البحري. فيما يتعلق أيضا كما سبق أن قلت، هل نحن منسجمون مع القانون؟ طبعا حتى الانضمام لكل الاتفاقيات، المغرب ينضم لكل الاتفاقيات. نسيت أن أذكر مثلا إلى الماربول التي تعني كل الملوثات البحرية والتي تكلف بها المنظمة البحرية العالمية. وإجمالا يمكن أن أقول بأن تخطيط الحيز البحري في المغرب هو موجود، والتنسيق بين المؤسسات هو أيضا موجود، وإن كنا لا نراه يعني ببساطة الناس لا يرونه، ولكن على الواقع هو موجود، لأن قدرنا نحن بلد سياحي لا يمكننا إلا أن نعتمد هذا التخطيط الحيز البحري فيما يتعلق بالمياه الإقليمية. شكرا. شكرا لك السيد عمر برحيم. والآن أريد أن أعطي الكلمة للسيد ماهر
للسيد أنس الروح، أعتذر للجواب على السؤال إلى أي مدى نجحت الدول العربية في تطبيق استراتيجيات الاقتصاد الأزرق؟ السؤال رقم 18 للسيد أنس الزرق. لحظة واحدة، تفضل سيد أنس. بس يعني الاقتصاد الأزرق، إذا تكلمنا على البحر الأبيض المتوسط بغض النظر على الدول العربية أو غير العربية، يمكن وهذا التقسيم اعتمده في عديد الاستراتيجيات، هنالك الدول التي تنضوي تحت الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي لا تنضوي تحت الاتحاد الأوروبي. وفي ما لاحظناه أنه في غالب الأحيان هناك تعامل مختلف، لأن في الاتحاد الأوروبي نظرا لأنهم تطرقوا لهذه الإشكاليات يمكن في فترة زمنية سابقة، كان لهم الحظ، أو ربما سأسير ذلك الحظ يعود للدول الأخرى، أن قاموا ببعض التجارب، وكانت منها بعض التجارب الإيجابية والأخرى السلبية. لذلك فهذا المعطى يتم استنتاج عديد الاستراتيجيات الجديدة للدول الأخرى والشروع على هذا المبنى. للجواب على هذا السؤال، هل نجحت الدول العربية في تطبيق الاستراتيجيات؟ يمكن أن نقول أنها في طريق صحيح لتطبيقها، ولو أن هذا ما زال في بدايته. لماذا؟ لأنه لدينا كل هذه الأمثلة، سواء كانت في هذه الدول بذاتها أو بدول أخرى كانت قد قامت باستراتيجيات، وخاصة منها التي لم تنجح. كما تعلمون فإن كل التجارب التي لا تنجح نستنتج منها الكثير من العبر، أكثر منها الناجحة، لأن التجارب الناجحة في أغلب الأحيان وحتى في المحميات تكون ببعض المناطق نظرا لبعض الخصوصيات لهذه المناطق. فمثلا الاقتصاد الأزرق يمكن له أسس نتشارك بها في كل الدول، ويجب اتباعها، ويجب الحرص على اتخاذ المنهجية المتبعة على الصعيد المتوسط، نتكلم عن البحر المتوسط، ولكن النجاح يعود دائما وخاصة للدولة التي والإدارات والمجتمع المدني الذي يحرص على تطبيق هذه الاستراتيجية. إذا إلى أي مدى نجحت الدول العربية؟ يمكن أن نقول أنها في طور النجاح، وذلك على صعيد متوسطي متكامل هذه المرة. نحن في طور النجاح، ولكن ما زال الكثير من العمل حتى يمكن أن نقول أننا نجحنا في إرسالها. وشكرا. شكرا جزيلا السيد زروق. والآن السؤالين القادمين من السيدة نوى الخليل والسيدة شهبة الكبسي، سأوجه السؤالين للسيد ماهر عمر. وسؤال يقول: ما هي الفرص وتحديات العمل في التعددية في التخطيط البحري والاقتصاد الأزرق في إطار بيرشكا، وكيف يمكن أن نواجه التحديات التي ذكرتها يا دكتور ماهر في البحر الأحمر وخليج عدن؟ تفضل السيد. أوكي، أعتقد أن السؤالين تقريبا يعني معناهم واحد، بس السؤال الأول يعني مش واضح لحد ما. ما هي الفرص والتحديات العمل في التعددية؟ الحقيقة أن أهم تحديات العمل، أن العمل يكون واحد في منطقة بيرسكا، أن في اختلافات بين الدول في استخداماتها للموارد البحرية. فمثلا يعني في دول الشمال، سواء مثلا دون مصر أو الأردن، عاوز المنتج أو البحري زي الأسماك، عاوزاه حاجة تكون لايف أو صاحية حية يعني، عشان السائح يشاهدها ويتفرج عليها وتدور وتخش في الدخل القومي. في حين أن في دول الجنوب زي مثلا جيبوتي ولا الصومال ولا اليمن، عاوز السمكة دي كمصيد، كفيشنج أو كلحم. فبالتالي هنا الاختلافات بين دول بيرسكا. أهم التحديات برضو اللي بتقابل
تخطيط الحيز البحري والاقتصاد الازرق زي ما قلنا هو التغير المناخي بناء القدرات في دول الاقليم، الدول المختلفه في بناء القدرات الموجوده فيها، زي ما قلنا برضو في دول الشمال يعني الى حد ما متقدمه في عمليات الصون والحمايه والتنميه عنها في دول الجنوب. برضو كيف يمكن ان تواجه التحديات التي ذكرتها في منطقه بلسكا؟ قلنا التحديات هي التغير المناخي وفقر الاداره، كل الحاجات دي سواء او التلوث او التنميه الساحليه المتسارعه والمتضاربه، كل ده من خلال الحوكمه، من خلال الحوكمه اللي احنا نمتثل للقوانين والتشريعات سواء كانت وطنيه او اتفاقيات دوليه او حتى مذكرات تفاهم. فكل الامتثال للقوانين وتطبيق القوانين، وفي قوانين كتير جدا موجوده لازاله هذه او حل او الحد من هذه التحديات والصعوبات. شكرا. شكرا لك سيد ماهر. وسؤالين القادمين يتعلقا بجائحة كورونا، وأود السؤال أتمنى سؤال ال20، كلا السؤالين يسأل عن جائحة كورونا التي أظهرت أهمية الاقتصاد الأزرق في التنمية المستدامة، فهل تعتقدون أن أنظمة الطوارئ يجب أن تضمن بشكل بنيوي في الاستراتيجية ضمانا لجودة الموارد والتثمين؟ وكذلك السؤال ال20، ما هي تأثيرات أزمة كورونا على الاقتصاد الأزرق في المجال البحري خاصة بعد وقوف الكثير من الأنشطة، وما هي الخطوة التي يجب اتباعها بعد هذه الأزمة؟ وأريد توجيه هذا السؤال للسيد عمر برحيم. تفضل سيد برحيم. أنا فردوس، سؤال أخ أمين يسأل هل تعتقدون أن أنظمة الطوارئ يجب أن تضمن بشكل بنيوي في الاستراتيجيات ضمانا لجودة الموارد؟ من أقول بكل بساطة نعم يجب أن تضمن في الاستراتيجيات، يعني لما يكون عندنا مطروح خاصة فيما يتعلق بالتدبير الساحل، أنا أميل إلى اعتماد ما المقاربة التي تقوم على بروجكت سايكل مانجمنت، يعني تدبير دائرة مشروع، وهذا المنظور بروجكت سايكل مانجمنت يكون دائما عندك مخطط باء. يعني مثلا احنا لا أحد كان يتوقع ظهور هذه الجائحة وكيف ستؤثر على المجال السياحي مثلا أو على المجال الصيد البحري، وما دام الامر كذلك فالمهم هو ان ناخذ الدروس، ومستقبلا استراتيجيات كلها التي ستوضع لتدبير الساحل وتخطيط الحيز البحري يجب ان يكون فيها هامش للخطا بشكل يمكن تداركه او ايجاد بدائل. شكرا. شكرا لك سيد برحيم. وأريد أن أوجه السؤال السادس عشر من طرف شهبة الكبسي، وهي تسأل السيدة فيرنون عن إطار العمل للتخطيط البحري تم أخذه من التجربة الأوروبية، فهل تعتقدين أن يجب تعديل إطار العمل لتطبيقه في بلدان ليست أوروبية، أو يمكننا أخذه من أوروبا بدون تعديلات؟ السيدة بزيرة تفضل. شكرا شهبة. بالطبع نستطيع استخدام التجربة الأوروبية كبداية كنقطة انطلاق، فلقد استثمر الأوروبيون وقتا كثيرا وموارد بشرية ومادية للوصول إلى التجارب التي توصلوا إليها حاليا. إذا نستطيع ابتداء من هذه النقطة واستعمال خبراتهم، لكن بالطبع نظرا للواقع الاجتماعي والاقتصادي وحتى البيئي في الدول العربية علينا أن نعدل بعض
نعدل هذا الإطار لكي يطبق في كل بلد، وحتى على مستوى المحلي في كل دولة علينا التعديل هذه حسب استخدامات البحر. كما رأينا حاليا بين تونس والمغرب ولبنان الاستخدامات تختلف كثيرا. في الدول العربية يتكلون مثلا على تحلية مياه البحر، بينما في لبنان ليس لدينا هذه الاستخدام، وغيره من الفوارق، حتى في قطاع الصيد البحري، حتى في قطاع النقل البحري. ومن نظرة أخرى لدينا أيضا الواقع الجيوسياسي والواقع السياسي في البلاد العربية التي تختلف. مثلا حالة اليمن السياسية التي هي حاليا في وضع حرب، أو قناة السويس التي يحاط بعدة بلدان عربية وغير عربية. إذن بالطبع نستطيع أن نستعملها كنقطة انطلاق، ولكن علينا تعديله حسب كل دولة وكل حاجة من الدولة والواقع الاجتماعي والاقتصادي. شكرا. شكرا سيدة فيرا، وأريد أن أوجه لك السؤال المقبل أيضا من السيدة توزاني خديجة، والتي تريد أن تسأل كيف يمكن للتغطية البحرية ضمان حق استفادة السكنة المحلية، وخصوصا النساء التي تعمل وتعيش على الأنشطة الساحلية كجمع الموارد البحرية. السيدة فيرا تفضل. ما قصدك بالساكنة المحلية؟ استفادة الساكنة المحلية؟ السكان. نعم، وخصوصا النساء منهم التي تعمل وتنشط على الأنشطة الساحلية. أحد النقاط التي يعمل عليها تخطيط الحيز البحري هو الجندر إيكواليتي، وإذا يحاولون ضمن أعمال النساء. مثلا في لبنان كانت النساء تعمل في مساعدة في صيد السمك مثلا في الشباك، في تحضير الشباك، أو حتى في مجال الطهي، في عدة، حتى حاليا نجد عدة استعملوا مثال لبنان، ولكن أعتقد أن هذا يطبق في عدة دول. لدينا نساء تمارس الصيد البحري وتحارب الأسماك الغازية. هنالك امرأة تعرفت عليها مؤخرا، هي نيرس، هي تعمل في مستشفى، ولكن عملها الآخر تصيد سمكة الأسد، وقد حصلت على شهادة بهذا الموضوع. أيضا نرى عدة نساء تعملنا في نظام في قطاع الغطس البحري. أيضا تعرفت على امرأة تعمل في الغطس وتبحث على الآثار تحت المياه. إذا نرى عدة نساء تعملنا في عدة نطاقات، وما يستطيع أن يؤمنه تخطيط الحيز البحري هو تأمين إطار لعملهن ومساواة بين عملهن وعمل الرجال. شكرا. شكرا جزيلا سيدة فيرا. والآن أود أن أوجه السؤال القادم لسيد أنيس سروق. السؤال يقول: تراعي استراتيجية الاقتصاد الأزرق وتغطية الحيز البحري تدابيرا شاملة لعدة قطاعات، فكيف يمكن ضمان توازن المصالح القطاعية بشكل جيد عند وضع هذه الاستراتيجيات؟ السيد أنيس سروق لك الكلمة. شكرا على السؤال. للإجابة بخسارة التوازن لمصالح القطاعية يكون خاصة عند تنفيذ هذه الاستراتيجيات أكثر منها عند وضع الاستراتيجيات، ويكون ذلك خاصة بالطريقة التشاركية التي يجب أن تكون مضبوطة من أول مرحلة في الشروع في ذلك. وربما سأرتقي مرة أخرى إلى مثال ميداني. فهذا التشارك أولاً يكون في المعطيات، لأنه كما تعلمون في عديد الدول خاصة الدول التي ليس لها استراتيجية تبادل بين الإدارات وبين المجتمع المدني وإداراتها، في بعض الأحيان المعلومات تكون موجودة ولكن لا يتم استغلالها، لأنها تبقى للأسف حيز بعض الفئات التي يمكن أن تتصرف فيها.
في المثال الذي قدمته في ألبانيا لما تطرقنا إلى ضرورة وضع طرق للإبحار جديدة للبواخر التي تنقل البضاعة، كان طلب المتدخلين في المحمية البحرية أن تبتعد هذه البواخر إلى أبعد حد عن المحمية، ولكن لذلك يعني أثر اقتصادي على هذه البواخر. وفي هذا المجال كان تدخل للإدارة التي تشرف على هذه البواخر لتحديد المسافة وأمكانية ذلك، وكان العمل بالتشارك مع بعض حتى تم وضع هذه المخططات. إذن التوازن هو خاصة بتبادل المعلومات، بتبادل الأهداف، وبتبادل المصالح خاصة الاقتصادية والاجتماعية لكل متدخل. وأوافق السيدة فيرا لما تذكر أن لكل دولة خصوصياتها، ولذلك في هذه الخصوصيات هي يجب أن تأخذ بالاعتبار في كل استراتيجية توضع في الدولة التي ستستمتع بها. شكرا. شكرا لك سيد أنس الروح. الآن سؤال القادم أريد طرحه لسيد ماهر عامر، وسؤال 22 يقول: كيف يمكن للبحث العلمي أن يساعد في تطوير استراتيجية تخطيط الحيز البحري والاقتصاد الأزرق في البلدان العربية؟ السيد ماهر عامر تفضل. لحظة واحدة، أرى أن السيد ماهر عامر سأحول مرة أخرى. السيد ماهر المرجو عدم فتح الميكروفون، سأقوم بذلك. لا ميكروفون السيد ماهر. نعم الآن نعم السيد ماهر تفضل. كيف يمكن للبحث العلمي أن يساعد في تطوير استراتيجيات تخطيط الحيز البحري؟ أعتقد هو أن تخطيط أتكلم على بيرسكا، أهداف بيرسكا عموما هو بناء القدرات والبحث العلمي ورصد الموائد. إحنا عندنا في منطقة بيرسكا لازم أكون عارف عندي إيه الموارد اللي عندي عشان أعمل لها تخطيط وتكون استخدامها يكون استخدام مستدام. فلازم اشوف الوضع الحالي للموارد ديت ايه، واشوفه عن طريق الرصد والمراقبه والبحث العلمي. زي مثلا لو عندنا نعرف الوضع الحالي عاوزين نطور مثلا السياحه، بنشوف الوضع الحالي للشعاب المرجانيه في منطقه مثلا البحر الاحمر. فلازم من خلال عمليات الرصد والمتابعة والمراقبة للشعاب المرجانية أعرف إن إزاي الشعاب المرجانية دي ممكن حتى القدرة بتاعتها لاستيعاب إنها تستيعب الزيارة أو عمليات الغوص، وده بيأثر برضو بالتخطيط. هذا التخطيط للبحث العلمي وتخطيط لعمليات الرصد بيشوف بيعرفنا بالوضع الحالي للموارد، وعلى أساسه إحنا ممكن نخطط المنطقة البحرية، وده بيؤدي إلى أن يكون عندي اقتصاد أزرق يعني مستدام لحد ما. شكرا. شكرا لك السيد ماهر عمر. والآن سؤالين لسيد عمر برحيم. السؤال 19 وسيد خليل يسأل: في المغرب ما هو دور البحث العلمي في تطوير استراتيجية الاقتصاد الأزرق؟ هل يتم إشراك الجامعة المغربية في اللقاءات التي تقوم بها الإدارات فيما بينها؟ وأين هو المغرب من استراتيجية الاقتصاد الأزرق؟ السيد عمر برحيم تفضل. شكرا فردوس، سؤال مهم. أود الإشارة في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على صعيد مؤسساتي على عدة على معاهد ومؤسسات من البحث العلمي في استراتيجية
للاشاره فقط اشير الى المعهد الوطني لبحث الصيد البحري، وهناك ايضا معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره الذي يتوفر على نماذج او مودلز لتدريس الاقتصاد الازرق. فيما يخص مثلا دور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، اود الاشاره الى ان هذا المعهد كان وراء المبادره التي قدمها المغرب خلال مؤتمر الاطراف كوب 22. هذه المبادره المسمات مبادره الحزام الازرق هي امتداد لمبادره نمو الازرق التي اطلقها منظمه الارضيه والزراعه، والتي تستند الى مبادئ الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الدائري، محور حول ثلاث أولويات. أولاً دعم ظهور المدن الساحلية المتكاملة للمراقبة وتكاملها على المستوى العالمي، تشجيع المبادرات لتعزيز الصيد المستدام على كامل السلسلة الإقليمية للمستهلك، وتعزيز تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة ولا سيما تربية الأعشاب البحرية. أما سؤال هل يتم إدراك الجامعة المغربية؟ لا بد أنا من الإشارة إلى أنني من حكم موقعي منسق لمبادرة الويسميد للتنمية المستدامة لإقصاد الأزرق بغرب المتوسط، هناك قانون يعني منظومة لكل الشركاء نجتمعوا كلما دعت الضرورة لتدارس أين وصلنا لترسيخ قيم الإقصاد الأزرق أو التنمية المستدامة بغرب البحر المتوسط مع شركائنا سواء في الضفة الشمالية أو الضفة الجنوبية لغرب المتوسط. لا أقول بأن هذا يكفي لأكون صريحا، ولكن يعني هناك وعي حاليا بأن تبني هذا المفهوم مفهوم الاقتصاد الأزرق هو يعني شيء يتواجد في كل الإدارات، وحتى على الصعيد المؤسساتي الدولة تعمل على ترسيخ هذا المفهوم خلال خلق كل المؤسسات التي وإشراكها سواء بشكل مباشر او بشكل استشاري لترسيخ ثقافه الاقتصاد الازرق ووضع الاستراتيجيات حتى فيما يتعلق ببناء المواني المواني الترفيهيه مواني الصيد البحري وغير ذلك. شكرا. شكرا لك السيد عمر برحيم. للاسف لدينا دقيقتين لذهب إلى الفترة القادمة، وأريد أن أدعو سيد أمين سروق للإجابة على السؤال الآخر من الأستاذ رفيق الذي يسأل ما هو الوقت الأمثل للتخطيط المستدام للحيز البحري، وهل تؤثر اليابسة أكثر على البحر أم العكس؟ السيد سروق لك الكلمة. شكرا فردوس. إذن أبدأ بالسؤال الأول، ما هو الوقت الأمثل للتخطيط المستدام للحيز البحري؟ بطريقة مباشرة هنالك حالتين. الوقت الأمثل هو قبل بداية هذه الصراعات وتضارب في المصالح، يعني قبل أن تتواجد عديد المتدخلين وخاصة عديد المجالات من صيد بحري من سياحة من ملاحة في ذلك المكان. يعني في المناطق التي ما زال فيها التخطيط لبرامج مستقبلية، التخطيط المستدام للحيز البحري يكون الأمثل لأنه نضمن استدامة هذه الأنشطة بالمنطقة. وفي المناطق بالعكس التي يكثر فيها التضارب على المصالح والتضارب في الموارد، فيصبح التخطيط المستدام للحيز البحري شيئا واجبا منه، لانه سيضمن ما قلنا عنه بالتوازن بين كل هذه المتدخلين وكل هذه الموارد والاقتصاد الناتج عنه. بالنسبه للسؤال الثاني، هل هناك تصور مسبق عن كيفيه التوازن البيئي لضمان الاستدامه والاثر البيئي في إدارة السواحل المتكاملة للدول؟ يعني هذا أكيد، يعني الإدارة السواحل المتكاملة هي تضبط الاستراتيجية والشروط حتى نضمن هذا التوازن في المناطق الساحلية. للأسف يعني ما زلنا في المتوسط 12 دولة هي التي قامت ب يعني وضع حيز التنفيذ هذه الإدارة السواحل
السواحل المتكاملة، ولكن بعض الدول الأخرى بالرغم من أنها لم تمضي بعد أو لم تدرج هذه الخطة بقوانينها الدولية، فهي تشتغل في نفس السياق، ولكن بعض الأحيان هنالك يعني ظرف جيوبوليتيكي الذي يجعل من هذه الدول لا تسعى ل يعني إمضاء هذه الاتفاقيات، ولكنها في الحقيقة تشتغل بها، وهو إضافة إلى المنظومات التي ترعى المحميات البحرية والساحلية هي الأطار الأساسي لضمان هذا التوازن مع البيئة. وللأسف شفنا يعني هذه الظاهرة التي نعيشها وإن شاء الله تنتهي قريبا من الكوفيد، أظهرت ما مدى الإخلاء بالتوازن البيئي والمضار التي يمكن أن تكون على البشر. وشكرا. شكرا لك سيد أنيس الروق، شكرا جزيلا لكل المتحدثين على الإجابة على هذه الأسئلة. نعتبر لضيق الوقت لا يمكننا أخذ مزيد من الأسئلة وعدم الإجابة عن الأسئلة في سلايدو. أود أن دعوت مشاركينا للمشاركة في الندوات القادمة لـ MSP Global، ويمكنكم طرح كل الأسئلة في الندوات القادمة. الآن أود أن بدء فقرة التوصيات بطرح على أعزائنا المشاركين ما هي توصيتكم الرئيسية للسلطات فيما يتعلق بتنفيذ أهداف الاقتصاد الأزرق من خلال تخطيط الحيز البحري. وأثناء إجابتكم على هذا السؤال أود أن أطرح نفس السؤال لكم أعزائنا الخبراء وأدعوكم إلى الإجابة في دقيقة. ما هي من وجهة نظركم وبالنظر في تجربتكم في المجال، ما هي توصيتكم الرئيسية؟ السيد بورحين تفضل. للأسف لا يمكن التوسع في الإجابة، ولكن سأختصر بالقول في التوصيات. يجب أن نراعي بأن تكون هناك توصيات استراتيجية، توصيات قطاعية، توصيات المواكبة والدعم، وأيضا توصيات فيما يتعلق بالحكامة. شكرا. شكرا السيد برحيم. السيد ماهر عمر تفضل، ما هي توصيتك؟ تفضل. نعم إن يعني إجمالا يعني أهم عامل من عوامل النجاح واستدامة الاقتصاد الأزرق هو تخطيط الحيز البحري، ولابد أن نكرر ونعيد من ضرورة إشراك المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في معظم عمليات التخطيط والإدارة والمراقبة، كما أن خطط الإدارة وتخطيط الحيز البحري هي عملية مستمرة continuous process، فيجب تقييم فعالية الإدارة لهذه الخطط بصفة دورية حتى نتجنب الأخطاء ونتعلم من الدروس المستفادة، كما يجب تعزيز مبدأ الإدارة التكيفية أو الإدارة التأقلمية. شكرا. شكرا لك السيد ماهر عمر. السيدة فيرانو تفضلي، ما هي توصيتك؟ نعم شكرا. في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المنهارة والكورونا والاتكال على الاستيراد، أول نقطة علينا فعلها هو وضع خطة شاملة تشمل جميع البحر اللبناني، وعلى الأقل وضع نقاط وخطوط توجيهية لناحية القطاعات الأساسية. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، دمج البيانات، حيث في لبنان إن أردت البحث على معلومة واحدة تجد عدة بيانات مشتتة في كل الوزارات وكل المؤسسات وكل الجامعات، وليس هنالك مشاركة للبيانات التي تختص بالبحر اللبناني. هذه ثاني نقطة. والنقطة الثالثة هي وضع اليد على كل ما تبقى من الشواطئ العامة ذات الطابع البري، ومنع ووقف البناء العشوائي على الشواطئ اللبنانية.
وآخر نقطة هي حماية ما تبقى من الإرث البحري والساحلي، وهذا أمر ضروري جدا، لأننا نستطيع أن نزرع ولكننا نستطيع أن نعيد آثار جدودنا والإرث الثقافي الذي نحمله منذ آلاف السنوات. وشكرا. شكرا لك سيدة عبير على توفياز. السيد أنيس الروك، لك الكلمة. سيدة دوس، من ناحية التوصيات أحاول أن أختصر. التوصية الأولى هي أن نعتبر كلنا أن البحر هو النهر والمنطقة السياحية الساحلية عفوا هي ملك عمومي للجميع، ولا يختصر لا على إدارة ولا على فئة معينة، بل هو إشكالية الجميع وحل الجميع. اعتماد المنهج التشاركي كل مقاربة وخاصة منها التي تعنى بمداخلتنا اليوم، من البحث العلمي، من مواطنين، من مجتمع مدني، من إدارات، من مؤسسات التي تشتغل بهذا الميدان. اعتماد الخصوصيات بالمنطقة التي نشتغل فيها، لأن كل منطقة ولو في نفس الدولة لها خصوصياتها من مواردها الطبيعية ومواردها الثقافية وغيرها. اعتماد الجانب المهم للجانب الاقتصادي والاجتماعي لهذه المنطقة، فهو الأساس والذي نهدف إلى بلورته بصفة مستدامة. والتخطيط، لما نقوم بالتخطيط يجب التخطيط على المدى البعيد والإعلام به، لأنه إذا قمنا بتخطيط على مدى قصير أو قمنا بتخطيط على مدى بعيد وأعلمنا بأهداف على المدى القصير، أحياناً نخلق انتظارات عند المواطنين والفئة التي تستنفع من تلك المنطقة، والتي في أغلب الأحيان وخاصة في المجال البيئي تسترعي بعض السنوات. لذلك يجب التشارك وإعلام المدة الزمنية المتاحة حتى نصل إلى الهدف من كل متدخلين. وشكرا. شكرا لك سيد أنيس شروق، شكرا لكم أعزائنا الخبراء على التوصيات، والمشاركين أيضا على توصياتهم المقدمة. لقد وصلنا الآن إلى نهاية هذه الندوة.